بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طلابنا الأعزاء، صف ثالث متوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا، اليوم محاضرتنا هي مراجعة مركزة لمادة الاجتماعيات. طبعا راح ناخذ بالبداية التاريخ، بعدها إن شاء الله الجغرافيا وأيضا الوطنية. ناخذ الأشياء المهمة، الطالب أكيد هو مراجع المادة بالكتاب ويعرف شنو مراجعة مركزة. أوكي، يلا خلونا نبدأ التاريخ. فراغ يقول عندنا: تميز العهد العثماني الأخير بفراغ. بمن تميزه؟ مهمة هاي الفراغات كلها وزارية طبعا. بداية التطور وانفتاح العراق واتصاله بدول العالم، فضلا عن فراغ تطلعاته للنهوض والرقي ومواكبة التقدم الحضاري. تمام. العراق في العهد العثماني، واقع العراق في العهد العثماني. سؤال: كان توسع العثمانيين بادئ الأمر في مناطق أوروبا، شنو السبب؟ لأنه استفادوا من ظروف الانقسام والتجزئة التي كانت عليها الإمبراطورية البيزنطينية، ثم اتجهوا نحو البلاد العربية في عهد سلطان سليم الأول، ولا سيما بعد انتصاره على الصفويين في معركة جالديران. معركة جالديران هسه ناخذها على تعريف، واحتلال مدينة تبريز عاصمة الدولة الصفوية. احتل السلطان سليم القانوني بغداد عام 1520، مهمة، إلى 1566. بعد انتصاره على الصفويين كانوا استولوا على العراق أول مرة عام 1508 بقيادة إسماعيل الصفوي، هاي الصفوي. وبعد وفاته اعتلى العرش ابنه، ابن الصفوية، هو ابن إسماعيل، طهماسب، أيضا مهم، عام 1524، الذي استطاع الاستيلاء على العراق مرة أخرى عام 1549. حكم العراق المماليك لمدة فراغ وفراغ 1750 إلى 1831، هاي كلها فراغات مهمة. يقول: بعد انتهاء حكم المماليك بدأ العثمانيين حكم جديد أطلق عليه فراغ، العهد العثماني الأخير للعراق، أو العصر الأخير. انتهى بخروج العثمانيين عام يمته 1917. السبب: في أعقاب الحرب العالمية الأولى تراجعت القوات العثمانية أمام تقدم القوات البريطانية التي شرعت باحتلال العراق. جدا مهم هذا التاريخ، 26/2/1914. يقول: حكمت الدولة العثمانية العراق قرابة، كل هاي فراغات، الأربعة قرون، يعني 400 سنة. سؤال: سادت خلال هذه الفترة، فترة الأربع قرون المدة، حالة من الجمود والتراجع الحضاري بسبب طبيعة الحكم والحروب والصراعات بينها وبين القوة الأخرى، يعني بين الدولة العثمانية والقوة الأخرى. ما هي مميزات الحكم العثماني الأخير للعراق؟ شنو مميزات آخر شيء؟ شنو اللي صار؟ تميز ببداية التطور وانفتاح العراق واتصاله بدول العالم، تطلعوا للنهوض والرقي مواكبة التقدم الحضاري. شهد هذا العصر ما عرف بعصر، يا عصر التنظيمات، أي عصر الإصلاحات. راح نجي للتعاريف. عثمان بن أرطغرل وهو مؤسس الدولة العثمانية والجد الأكبر لهم، وسميت الدولة التي أسسها باسمه، وهي الدولة العثمانية. سليم الأول تعريفه: وهو السلطان العثماني الذي استطاع من احتلال الوطن العربي بالقضاء بعد القضاء على الصفويين في معركة جالديران، مهمة. عرف معركة جالديران، وهي المعركة التي حدثت بين العثمانيين والصفويين، مهمة، يمتى؟ 1514، 15-14، والتي انتهت بانتصار العثمانيين على الصفويين واحتلال عاصمتهم تبريز. عرف سليم القانوني، وهو السلطان العثماني الذي استطاع من احتلال بغداد عام 1534 ميلاديا بعد انتصاره على الصفويين. عرف إسماعيل الصفوي، مهم، وهو الشاه الصفوي زعيم الدولة الصفوية الذي استطاع من احتلال العراق عام 1508. عرف طهماسب، وهو ابن الشاه إسماعيل الصفوي الذي تولى العرش بعد وفاة والده إسماعيل الصفوي عام 24، والذي استطاع من إعادة السيطرة الصفوية على العراق. يقول: فراغ، استمرت الدولة العثمانية بحكم العراق حتى قيام الحرب العالمية الأولى، عندما قامت بريطانيا باحتلال العراق فراغ في 26/2 عام 1914. أيضا عندنا هذا الفراغ، قلنا
عرف عصر التنظيمات جدا مهم، وهو عصر الإصلاحات العثمانية التي أرادت منه الحكومة العثمانية إدخال إصلاحات شاملة في جميع مؤسسات الدولة وتحديثها على وفق أسس عصرية. تأثير حركة طبعا على وفق أسس عصرية انتهت هنا. سؤال عندنا جديد يقول: تأثير حركة الإصلاحات العثمانية وانعكاسها على العراق تمثلت بصدور مرسومين إصلاحيين هما. عصر التنظيمات تمثل بمرسومين، شنهن؟ مرسوم كالخانة وخط همايون. أوكي، ذن اثنينات مهمات صدرا. يمتى صدران ذن المرسومين؟ في عهد السلطان العثماني عبد المجيد. يقصد بالتنظيمات إعادة بناء الدولة على وفق أنظمة وقوانين حديثة في المجالات كافة. هذن المرسومين. شنو التنظيمات مالته؟ إعادة بناء الدولة على وفق أنظمة وقوانين حديثة في المجالات كافة. اثنين، قسم العراق بموجب تلك الإصلاحات عام 864 1864 على ثلاث ولايات، هي بغداد، موصل، وبصرة، وضمت كل ولاية عدد من الأقضية. يعني ثلاثة: بغداد، موصل، والبصرة. كان ولاة هذا العصر يتم تعيينهم في اسطنبول على نحو مباشر، وقد بلغ عددهم شقد؟ 35 مهمة والي، بعضهم حكم أكثر من مرة. أربعة، تعيين بعض الولاة الصالحين في العراق ولا سيما الوالي مدحت باشا مهم جدا، الذي أوجد أساسا متينا لعهد جديد من عهود الدولة العثمانية. شنو السبب تعين مرتين؟ وذلك لقيامه بإصلاحات كثيرة أدت إلى تحسين الأوضاع العامة في العراق، حتى وصف بأشهر الولاة العثمانيين المصلحين في العراق. عرف مدحت باشا، وهو والي عثماني تولي الحكم بغداد سنة 1869، ومنحت السلطات العثمانية صلاحيات واسعة، وكانت مدة حكمه 3 سنوات. وعلى الرغم من قصر مدة حكمه، إلا أنه حدث الكثير من الأشياء، أو غير الكثير من الأشياء في حال العراق. أوكي، عرف العثمانيين مهمين. هم القبائل التركية نزحت من أواسط آسيا واستوطنت الأجزاء الشمالية الغربية من بلاد الأناضول، وقد سموا بهذا الاسم نسبة إلى جدهم مؤسس الدولة العثمانية عثمان بن أرطغرل. فراغ، بداية العمليات الحربية البريطانية في العراق في الاحتلال البريطاني الثاني في فراغ 3 آيار عام 1914. مهم هذا الفراغ. فراغ، كان الملك غازي يلقب بفراغ شريف غازي بن فيصل، وكان يتميز بفراغ بشعوره الوطني ومعاداته للإنجليز. فراغ، أذيع البيان الرسمي الحكومي لوفاة الملك وأشار أن سبب وفاته اصطدام سيارته بعمود كهرباء. يا ملك غازي، في عام فراغ 1939 وصلت القوات البريطانية مشارف بغداد بتاريخ فراغ. مهمة هاي التواريخ، 10 آذار 1917 دخلت القوات البريطانية بقيادة ستانلي مود إلى بغداد في 11 آذار 1917. فراغ يقول ثاني، احتلت القوات البريطانية آخر نقطة من العراق يامته 22 تشرين الأول 1918. أيضا عندنا فراغ هنا يقول: تمكنت كلها فراغات مهمة بالوزاري، تمكنت القوات البريطانية من دخول مدينة الموصل واحتلال جميع أراضي ولاية الموصل نحو الأناضول في عام 1918. ممكن يجيني فراغ مثلا: تمكنت القوات الفراغ القوات البريطانية، تمام. فراغ، استمرت فراغ جريدة الزوراء بالصدور في العراق حتى الاحتلال البريطاني سنة 1917. احتلت القوات البريطانية آخر نقطة قلناها، أيضا تمكنت، استمرت. ظهرت حركة الإصلاحات العثمانية في العراق في النصف الثاني في القرن التاسع عشر، عندما قررت الدولة العثمانية إرسال الولاة إلى العراق. فراغ، إن الهدف الرئيسي من وراء تلك الإصلاحات هو فراغ العمل على ربط الولايات العراقية الثلاث بعضها ببعض الآخر. طبعا انتهينا من الفراغات والتعاريف الموجودة بالفصل الأول. نروح لمن نناقش مهمة هاي. العهد العثماني الأخير تميز ببداية التطور وانفتاح العراق واتصاله بدول العالم، فضلا تطلعه للنهوض والرقي ومواكبة التقدم الحضاري. ناقش هاي العبارة مهمة، يجيني سؤال ناقش. وذلك بدأ تطلعه للنهوض والرقي ومواكبة التقدم الحضاري، وشهد هذا العهد ما عرف بعصر التنظيمات.
في عصر الإصلاحات التي أرادت الحكومة، الحكومة العثمانية طبعا، منها إدخال إصلاحات شاملة في جميع مؤسسات الدولة وتحديثها على وفق أسس عصرية التي بدأ للولاة بتطبيقها في العراق. اثنين، ناقش وضع محمد مدحت باشا الأسس الحديثة للتعليم في العراق، ناقشها. تعد هذه الأسس نقلة نوعية في المجتمع العراقي، وكان لها أثر كبير في زيادة نسبة المتعلمين. وضع مدحت باشا الأسس الحديثة للتعليم في العراق بإصدار، لاحظ، نظام المعارف الحكومية، يعني شلون عندنا هسه وزارة التربية، أوكي، والذي أوضح فيه مختلف نواحي التعليم وإدارته وتنظيمه. أيضا ثلاثة، ناقش كان لجريدة الزوراء الدور الأساسي في اطلاع المجتمع العراقي على أحوال العالم الخارجي، لأنها كانت تصدر مرتين بالأسبوع باللغتين العربية والتركية، وتنقل، يعني مثل هذه الجرائد الموجودة الآن، الأخبار المحلية والعالمية، وتنشر النصوص والقوانين والمقالات، واطلاع على أحوال أو اطلاع على أحوال العالم الخارجي وأفكاره، وساهمت في نشر الوعي الثقافي بين الشعب. أربعة، أدنى أربعة، كان للتطبيق أيضا ناقش نظام التجنيد الإلزام في العراق دور إيجابي مهم جدا هذا في مضاعفة أعداد الجيش في العراق. جواب مالته، إجبار السكان على الانصياع لقرار التجنيد الإجباري ودخولهم، لاحظ، في الخدمة الإلزامية لاستبدال الجيش الأجنبي بالعراقيين لضمان ولاء السكان له. ما يجيبون واحد يحميه، غريب. خمسة، أيضا ناقش أن تعيين الوالي مدحت باشا أوجد أساسا متينا لعهد جديد من عهود العثمانية. الجواب، قام بإدخال الإصلاحات الإدارية، ليش؟ والاقتصادية والسياسية في العراق، حل مشكلة الأراضي، وكان الهدف الرئيسي من وراء تلك الإصلاحات العمل على ربط الولايات العراقية الثلاثة بعضها البعض. بدأ مدحت باشا أيضا ناقش إصلاحاته في العراق بإصلاح الإدارة الحكومية. الجواب، لأنه منحه السلطان العثماني صلاحيات واسعة، ترأس موجبها سلطتين، العسكرية والمدنية، واستند في عمله على قانون الولايات العثمانية، ونفذ إصلاحاته في الولايات الثلاثة، الموصل، بغداد، البصرة. سؤال، وضح ما يأتي. أولاً، من نتائج الحكم العثماني في العراق تزايد المعارضة العراقية ضد العثمانيين، مستشهداً إجابتك بأبرز تلك الانتفاضات. جواب، اتخذ حركات المعارضة أشكالا أو اتخذت حركات المعارضة أشكالا عدة، حيث التجمعات والتحالفات العشائرية التي شملت الأقسام الشمالية والجنوبية من العراق. وأهم تلك الانتفاضات مهمة، انتفاضة كربلاء عام 600 أو 1604 على الحامية العثمانية، وشاركت الفئات وسكان المدن فيها. انتفاضة بغداد مهمة جدا، التي قادها المفتي عبد الغني آل جميل عام 1832 ضد حكم واليها علي رضا، وتم القضاء عليها وضرب محلة المفتي قنبر علي، مهمة خاف تجيك على تعريف، بالمدفعية، ونجحت في إيصال صوت أبناء البلاد الرافض للحكم العثماني. سؤال، يقول حكمت الدولة العثمانية العراق قرابة 4 قرون، سادت في هذه المدة حالة من الجمود والتراجع الحضاري، قلناها بسبب طبيعة الحكم والحروب والصراعات بينها وبين القوة الأخرى، ولا سيما الصفوية والأجنبية منها. سؤال يقول، الآثار الإيجابية والسلبية لإصدار نظام الطابو في العراق مهم. يقول، أهم الإيجابيات في إصدار نظام الطابو تتلخص ما يلي: حدد، أولا حدد عائدية الأرض إلى الأفراد أم الدولة أم الأوقاف، واحد، القضاء على الانتفاضات والنزاعات العشائرية ووضع حدا لثوراتهم المستمرة وتعويدهم على الاستقرار. اثنين، سبل العيش من خلال توزيع الأراضي والاستقرار فيها والعمل على استغلالها ورفع المستوى المعيشي. أربعة، إصلاح نظام الضرائب. أما الآثار السلبية على نظام الطابو كانت تحول الكثير من رؤساء العشائر إلى ملاكين كبار للأراضي، تحويل أفراد العشيرة إلى فلاحين عاملين على أراضي الملاكين. أرسى مدحت باشا قواعد النظام القطاعي في العراق. سؤال هنا يقول، علل تعاليل، كان النظام الطابو الدور الأساسي في الحد من النزاعات العشائرية. الجواب، لتنظيم ملكية الأرض وإقرار حقوق مالكها بسند رسمي، وبموجبه يكون له حق التصريف بالأرض أو حق التصرف بالأرض. علل، إصلاحات الوالي مدحت باشا وأهميتها على الرغم من قصر توليه، لأنه قام بتحول
مهما في الواقع العراقي بإدخال إصلاحات كثيرة في العراق. ثلاثة، يقول قرر مدحت باشا في المجال العسكري الاعتماد على المواطنين العراقيين في تركيبة الجيش بدلا من العنصر الأجنبي. ليش؟ لضمان ولاء السكان له، وطبق الخدمة الإلزامية في الولايات العراقية. طبعا طلابنا الأعزاء، لهنا انتهت بالنسبة لمراجعة مادة التاريخ من مادة الاجتماعيات. أوكي، طبعا هي مراجعة مركزة، الأشياء المهمة على هذا النحو ممكن أنت تقدر تقرأ باقي المادة إذا عندك